الرأي الراجح في ختان الإناث، ختان الإناث يسمى في الشرع الخفض، وهو لا يقل عن السنة والاستحباب. يعني ختان الإناث رغم أنف الشامئين من أول رأس لغاية أصغر رأس، رغم أنوفهم الختان لا يقل عن السنة والاستحباب بالنسبة للإناث. وفي عندنا الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر عليه رحمة الله ألف رسالة جمع فيها أقوال المذاهب وانتهى فيها إلى مشروعية ختان الإناث. فإما أن يكون مشير الخطاب وأصحاب المجالس النسوية على حق أو علماء الإسلام على حق، طبعا ما لا شك أن علماء الإسلام هم على حق لأن الدليل معهم، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للقابلة أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي أي اقطعي الجزء البارز ولكن لا تقطعي الجزء كله، وهذا واضح لمن له إمام ومعرفة. وكون إن في هناك بنت ماتت أثناء عملية الختان هذا لا يعني إن احنا نلغي هذا الأمر ونجرمه، وإلا فكل يوم الناس بتموت في العمليات، يوه ما شاء الله كل يوم واحد جاي يخلع ظفره راح ميت، واحد عملية الزايد راح ميت. والله أنا أعرف واحد فذكرت الآن كان والد صديق لنا، وهذا الرجل كان ما شاء الله قوة جبار، فالرجل ده مات في عملية فتاء بيعملها طالب امتياز، عملية فتاء وكان عملها له واحد جراح كبير جدا ومات فيه، هي أجال مقدرة. زي واحد مامته قالت له روح هات كيلو طماطم فنزل عبر الطريق جت عربية راح ضرباه، أم تقول يا ريتني ما كنت قلت له روح جيب كيلو طماطم. هو هذا قدر الله برضك بالدور دي، ربنا قدر تموت في المسألة دي، تعددت الأسباب والموت واحد. طب ما احنا عندنا طفل أحمد الواد إجا يتعمل عملية لحمية في مناخيره مات في البنك، عملية لحمية في مناخيره مات في البنك، هل معنى ذلك بقى وزير الصحة يعمل قرار بتجريم عمليات اللحمية الأنفية، واللي يعمل عملية لحمية في الأنف يبقى مجرم وتتقفل العيادة بتاعته ويتحول مش عارف ايه؟ هل قالوا الكلام ده؟ ولا هي بتدور عشان اسمها بتدور من البدر؟ طب ما دي اسمه برضك أحمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم برضه، ايه المسألة؟ طب بلاش ده، واد تاني برضه كان اسمه احمد في مستشفى بنها التعليم كان عنده كيس دهن في رجله، دخلوا له عمليات يشتروا الكيس ده، هو الواد اصيب بغيبوبه كامله قاعد في غيبوبه الكامله دوت لغايه لما مات. الله، يبقى يمنعهم ازاله اي كيس دهني بقى، واللي يشتري كيس دهني يروح في ده. اشمعنى؟ ولا دي بقى عشان ايه الختان بقى وهم بيحاربوا المساله ديت؟ هم يحاربون شرع الله، هم يحاربون شرع الله. فدي جت لهم على الايه؟ دي مسمار جوحه بقى، عارفين مسمار جوحه؟ دي مسمار جوحه، جوحه كان ناس مبسوطين واغنياء فجاب الخشبه وضربها بالمسمار، كل ما بياكلهم يقوم جايب كده ويقعد ايه يحرك المسمار كده والخشب، يقول اتفضل كل يوم قاعد كده، ولما يجي ياكل بقى يمسح الاكل كله، يمسح كله ما يخليش حاجه، لا يبقي ولا يبقي. فايد المسمار ضحك